الحمد لله الذي خلق من الماء بشرا فجعله نسبا وصفا. الحمد لله الذي من على المسلمين وشرع الزواج وأمر به وجعله سببا للغنى، فقال جل في علاه: وأنكحوا الأيامى منكم والصالحين من عبادكم وإيمائكم إن يكونوا فقراء يغنيهم الله من فضله. الحمد لله الذي من على رسولنا فمحى التشدد والتبتل في الدين وأمرنا بهذه وبين أن الزواج من سنته، فقال عليه الصلاة والسلام: من تيسر له مؤونة النكاح ولم يتزوج فليس مني، وقال: إن الزواج من سنتي فمن رغب عن سنتي فليس مني، وحذرنا من التشدد في الدين حينما جاءه ثلاثة رهط إلى بيوته وسألوا عن عبادته عليه الصلاة والسلام. فلما سألوا عن عبادة النبي المختار كأنهم تقالوا، فشددوا على أنفسهم، وقال أحدهم أما أو قالوا جميعا الأول: وأين نحن من عبادة رسول الله وقد غفر الله له من ذنبه؟ وقف الأول فقال: أما أنا فأنا أقوم الليل ولا أنام، وأما الآخر فقال: وأنا أصوم رمضان ولا، قال: أصوم الدهر ولا أفطر، والثالث قال: وأنا أعتذر النساء. وحينما أخبر عليه الصلاة والسلام بهذا الكلام بيّن عليه الصلاة والسلام لكل من يقول لا إله إلا الله أن هذا ليس من الإسلام، فالإسلام دين الرحمة ودين السماحة. فقال عليه الصلاة والسلام: أما إني أخشاكم لله وأتقاكم له، ولكني أصوم وأفطر وأقوم وأنام وأتزوج النساء، فمن رغب عن سنتي فليس مني. فهذا هو الرحمة المهداة الذي أرسله ربنا إلى البشرية لكي يعلمنا ما يكون رحمة لنا في ديننا. ومن هنا نجد أن الله تبارك وتعالى بيّن أن هذه هي سنة الله في خلق، حينما خلق الخلق فقال: إني جاعل في الأرض خليفة. والخلافة هي استخلاف الخلائق بعضهم من بعض، فقال ربنا تبارك وتعالى: يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام. وديننا الحنيف أمرنا أن نتخير لنفوسنا، فقال عليه الصلاة والسلام: تخيروا لنفوسكم فإن العرق دساس. وقال: إذا جاءكم من ترضون دينه وخلقه فزودوه إلا تفعلوا لكم فتنة وفساد. أسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يمن على العروسين فيجعله زواجا مباركا، وأن يجعل منهم الذرية الصالحة، ويجعل منهم الأخلاق.